لا 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 أتعلم أنا أتعلم. إحنا في المدرسة طلاب نتعلم ويا الأصحاب، نفتح للمستقبل باب نحيي في الوطن التجديد. إحنا في المدرسة طلاب نتعلم ويا الأصحاب، نفتح للمستقبل باب نحيي في الوطن التجديد. أتعلم أنا أتعلم حتى أفيد وأستفيد، وأعرف لما أتكلم إنه كلامي صح ومفيد. ليلى لا ليلى لا ليلى لا لا ليلى لا ليلى لا ليلى لا لا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وهاديا للناس أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. طلاب الأعزاء، طلاب الصف الخامس الابتدائي، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأستاذ أحمد شوقي عمران، معلم التربية الإسلامية بمدارس ابن خلدون. سنكمل بإذن الله عز وجل ما بدأناه من دروس مادة الحديث والسيرة النبوية للصف الخامس الابتدائي. درس اليوم أبطال الأعزاء هو حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأهداف هذا الدرس أن تقرأ الحديث قراءة صحيحة، وأن يتعرف الطالب على معاني الحديث، وأن يستنتج الطالب المستفاد من الحديث، وأن يتعرف الطالب على راوي الحديث. فأعيروني قلوبكم وأسماعكم، أسأل الله أن ينفع بكم الإسلام والمسلمين. كما تعلمنا في الدرس الماضي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا، وكيف كان التواضع خلق أساسي من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان متواضعا مع أهله، ومتواضعا في الشارع حتى مع الصبيان، ومتواضع صلى الله عليه وسلم في مجلسه لا يكاد أن يعرف. لذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على التواضع في كثير من أحاديثه الشريفة. فمن صفات الإنسان الشح وحب المال، والغضب وحب الانتقام، والتكبر والمفاخرة. لذلك جاء الإسلام يهذب هذه الصفات، فأمرنا بالصدقة التي تنتج عن الكرم، التي تنتج عن الكرم والعفو الذي ينتج عن الحلم، والتواضع الذي يزيد الألفة والمحبة. الإنسان طبيعته طلاب الأعزاء يحب أن يمسك المال، الغضب السريع ويحب أن ينتقم لنفسه، التكبر والتفاخر. لذلك جاء الإسلام ورسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم يهذب هذه الصفات، فأمرنا بالصدقة تنتج عن الكرم، وأمرنا بالعفو ينتج عن الحلم، وأمرنا بالتواضع الذي يزيد الألفة والمحبة بين الناس. وحديث اليوم يجمع هذه الأمور كلها في حديث واحد، هو الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. مرة أخرى نقرأ الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. نقرأ الحديث مرة أخرى حتى يستطيع الجميع قراءته. استمع جيدا طالب العزيز. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ردد معي، قال: ما نقصت صدقة من مال،
وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. من يقرأ الحديث قراءة جهرية؟ قبل القراءة الجهرية معنا دقيقة نقرأ فيها الحديث قراءة صامتة. من يقرأ الآن قراءة جهرية؟ هيا يا علي اقرأ، بارك الله فيك، أحسنت يا بطل. وأنت يا سعيد اقرأ، أحسنت بارك الله فيك. كما تعودنا في حصة الدرس الذي يكون فيه حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعرف على معاني الحديث. ما معنى ما نقصت صدقة من مال؟ معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى يبارك في المال الذي أخرج صاحبه الصدقة، فيدفع عنه التلف، ويعوض صاحبه حسنات مضاعفة في الآخرة، فتكون الصدقة بذلك لا تنقص المال. معنى ما نقصت صدقة من مال، هذا المعنى له معنيين. المعنى الأول معنى معنوي، وهو أن الإنسان سيأخذ حسنات مضاعفة، والإنسان مهما طالت الدنيا عنده فستنتهي، فهو يعمل للآخرة. فمعنى ذلك أنه وإن كان يرى بعينه أن المال قد نقص، إلا أن هناك عوض في الآخرة وهو الحسنات وجنة الله سبحانه وتعالى. وهناك معنى مادي، أن هذا الإنسان الذي يتصدق من ماله، هذه الصدقة تدفع عن المال المتبقي التلف، وتدفع عنه الخسارة. ربما إنسان لا يتصدق فيخسر ماله كله، أو تدفع عنه أو تجلب له البركة، فالقليل يصير كثيرا، فيصبح هذا الإنسان مطمئن البال. إذن طلاب الأعزاء، معنى ما نقصت صدقة من مال معنيين: معنى معنوي، وهو أن البركة تحل على أهل هذه الصدقة وعلى مالهم، ويعطون الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. أو أن المعنى على ظاهره المادي هو أن المال فعلا لا ينقص، وإنما يدفع الله عز وجل عنه التلف وغيره، فتحل به البركة. طيب يا أستاذ، ما معنى وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا؟ أي أن الإنسان الذي يعرف بالعفو والصفح عن الناس، الله عز وجل يعلي منزلته في الدنيا والآخرة. الإنسان الذي يشتهر بالعفو والتسامح، الإنسان المتواضع الذي لا يخرج من لسانه إلى الكلام الطيب، الإنسان الذي يعفو عن من ظلمه، تراه إنسان محبوب من كل من يعرفه، وفي الآخرة يعطيه الله عز وجل منزلة كبيرة وعظيمة. ما معنى وما تواضع أحد لله إلا رفعه؟ أن الله سبحانه وتعالى يجعل للمتواضع منزلة في قلوب الناس، فيعلي مكانته بينهم في الدنيا والآخرة. صحيح، الإنسان المتواضع الذي لين الجانب، الذي لا يخرج الكلام القبيح من لسانه، ولا ينهر من هم أضعف منه، ولا يعتدي على أحد سواء بالقول أو بالفعل، إنسان متواضع يشتهر عنه بين الناس التواضع، هذا الإنسان يقذف الله عز وجل محبته في قلوب الناس، تراه محبوب من الجميع، فتكون له مكانة عظيمة ورفعة في الدنيا وأيضا في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى. طلاب الأعزاء، إليكم بعضا من صور التواضع. من يقرأ؟ اقرأ يا ركان. أحسنت، فعلا من صور التواضع أن تقبل الحق ولا ترده. اختلفت مع صديقك في مسألة من المسائل أو في أمر من الأمور، وبعد أن تحاكمتم إلى أحد العقلاء قال لك يا محمد الحق عند سعيد، أي أن سعيد صاحب الحق، أنت ليس لك حق، لا تتعصب ولا يستثيرك هذا الكلام، بل إذا ظهر لك الحق عند سعيد تقبل هذا الحق ولا ترده. إن فعلت ذلك فأنت إنسان متواضع. طيب إن رددت الحق فأنت إنسان متكبر. كذلك من صور التواضع، من يجيب؟ قل يا سعود، التذلل والعبودية لله.
الإنسان الذي يعبد الله سبحانه وتعالى ويصلي ويبر والديه ويدعو الله سبحانه وتعالى ليل نهار، الإنسان الذي يظهر الخضوع لله سبحانه وتعالى، هذا أيضا من صور التواضع. كذلك تقدير الآخرين واحترامهم، الجميع مهما اختلفت وظائفهم ومهما اختلفت مكانتهم ودرجاتهم، الجميع عند الله سبحانه وتعالى سواء، لا فضل لأعجمي على عربي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى والعمل الصالح، كلكم لآدم وآدم من تراب. قال الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أغناكم، لا أذكاكم، لا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ربما يكون هذا الإنسان الضعيف الذي لا يملك المال أو لا يملك وظيفة عالية أو يعمل عندك أو يخدمك، ربما تكون منزلته عند الله عز وجل أفضل من فلان الغني أو كذا أو كذا. لذلك الإنسان يتواضع ويتعامل مع الناس جميعا ويقدر الجميع حتى وإن كانوا أقل منه في المنزلة. كذلك من صور التواضع خدمة النفس، إنسان يجلس في بيته يخدم نفسه، يريد أن يشرب يذهب إلى المكان الذي فيه الماء يشرب، كذا يفعل عنده شيء في ثيابه أو شيء في كذا، يحاول يخدم نفسه كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من صور التواضع يا شباب ترك العجب بالعمل، لأن العجب يحبط الأعمال ويحبط الأعمال، يصير هذا العمل غير مقبول وغير موجود أصلا. ننتقل إلى الهدف الثاني، وهو أن نستنتج ونستنبط ما يستفاد من الحديث. يستفاد من الحديث من يقول: أحسنت يا عبد الله، قل الصدقة لا تنقص المال بل تزيد. وقلنا الصدقة تزيد المال سواء كانت زيادة معنوية أو زيادة مادية. أحسنت يا عبد الرحمن، العفو والتواضع يرفعان مكانة المؤمن في الدنيا والآخرة، بارك الله فيه. وأنت يا مشعل، قل من صفات المؤمن الكرم والسخاء والحلم والعفو والتواضع. أحسنت يا بني، بارك الله فيك. وأنت يا محمد، اعطيني أخرى، الحث على الإنفاق في أوجه الخير، سينفق ولا يخشى من ذي العرش إقلالا، ما من يوم يصبح إلا وينزل ملك من السماء يقول: اللهم أعط منفقا خلفا، اللهم أعط ممسكا تلفا. بارك الله فيك يا بني. وأنت يا أحمد، قل بارك الله فيك. على المسلم أن يبتعد عن الكبر والعجب بالنفس، لأن هذه من الصفات القبيحة والتي تحبط العمل الصالح. فكر معي، ما الآثار المترتبة على التواضع؟ محبة الناس ومحبة الله عز وجل، ورضا الله ورضا الناس ونيل محبته. طلاب الأعزاء، الحسن البصري أحد التابعين كان يقول: المتكبر كالصاعد فوق الجبل، يرى الناس صغارا ويرونه صغيرا. لو إنك واقف فوق جبل أو مكان مرتفع، أنت تنظر لمن هم في الأسفل على أنهم صغار الحجم، وأيضا هذا الإنسان الذي في الأسفل عندما ينظر إليك يراك كصغيرا جدا. لذلك الحسن البصري يقول: المتكبر كالصاعد فوق الجبل، يرى الناس صغارا ويرونه صغيرا. كل واحد فينا يفكر يا شباب في قصة أو جملة تنطبق على هذه المقولة. من يقول؟ قل يا ركان. أحسنت. ممكن نقول أو نصيغ هذه الجملة بصياغة أخرى، نقول: المغرور أو المتكبر كالطائر، كلما ارتفع في السماء صغر في أعين الناس. من تكب أو نقول: من تكبر على الناس ذل. ثاني، نستطيع أن نعيد صياغة هذه الجملة فنقول: المغرور كالطائر، كلما ارتفع في السماء صغر في أعين الناس. أو نقول: من تكبر على الناس ذل. أحسنتم، بارك الله فيكم. النشاط الثاني يقول: ناقش مع مجموعتك أو تناقش مع مجموعتك حول طالب يتكبر على زملائه في المدرسة. طالب يتكبر على زملائه في المدرسة، عايزين نتناقش حول الأسباب التي تجعله يفعل ذلك. والمسلم ليس فقط يطرح المشاكل، ولكن لابد أن يضع لها الحلول والمقترحات. لذلك نتناقش حول الأسباب التي جعلته يفعل ذلك، وأيضا نعطي الحلول والمقترحات التي يمكن أن تكون علاجا له. هيا نتناقش ونتحاور ونتعاون. أحسنتم. ربما يكون من الأسباب
ظنه أنه أفضل منهم أو أذكى منهم، وجهله أن التكبر خلق مذموم ومحرم. أحسنتم، هذه فعلا أسباب تؤدي للتكبر. إنسان يظن أنه أفضل من الناس أو أذكى منهم، ما الذي أعطاك العقل؟ الله عز وجل قادر أن يسلب منك هذا العقل. لذلك لا تفتخر على أحد بنعمة أعطاك الله عز وجل إياها. أو جهله أن التكبر خلق مذموم ومحرم. طب ما الحل يا شباب؟ نعلمه أن ما يملكه من نعم هي نعم من الله سبحانه وتعالى، في لحظة ربما تذهب. ونعلمه أيضا أن الله تعالى أمر بالتواضع وذم الكبر. أحسنتم، بارك الله فيكم ونفع الله بكم. تعلمنا في هذا الحديث أن للصدقة والعفو منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، وكذلك من التواضع احترام الآخرين وتقديرهم، وكذلك من التواضع أن يرفع التواضع يرفع صاحبه عند الناس وعند الله. الآن جاء دور التقويم لنقف على مدى استفادتنا مما طرحناه في هذا الدرس. بعض الأسئلة نجيب عليها بإذن الله عز وجل. السؤال الأول يقول: ضع كلمة صحيح أمام الموقف الحسن وكلمة خطأ أمام الموقف السيء، ثم صحح المواقف السيئة. رقم واحد، من يقرأ؟ اقرأ يا علي. يقوم صالح بقضاء حوائجه ويخدم نفسه، هل هذا موقف يدل على التواضع وموقف حسن، أو موقف يدل على الكبر وموقف قبيح؟ موقف حسن، إذن هذا موقف صحيح. الموقف الثاني، يقرأ لنا مشعل. أحسنت، يمشي زاهي أمام زملائه متعجبا مزهوا بنفسه متعاليا عليهم، هذا موقف صحيح ولا غير صحيح؟ أحسنتم، هذا موقف خطأ. طب كيف نصحح لزاهي هذا الأمر؟ نقول له: عليك أن تمشي متواضعا. أحسنتم، بارك الله فيكم. الموقف الثالث يقول: يلاقي زملاء خالد تقديرا واحتراما منه في أي وقت. خالد طالب متميز يقدر ويحترم زملائه في أي وقت، هذا موقف صحيح ولا موقف خطأ؟ موقف صحيح. الموقف الرابع يقول: ناقش أحمد طالبا متعصبا فرفض ذلك الطالب الحق ورده ولم يذعن له، هذا موقف صحيح ولا خطأ؟ أحمد وأحد الطلاب يتناقشون، فأحمد الطالب متعصب وعلم أن الحق مع أحمد ولكنه رد هذا الحق ولم يذعن له، هذا موقف خاطئ. وننصحه فنقول: عليك قبول الحق وعدم رده. السؤال الثاني يقول: بين أثر التواضع في التعامل مع الناس. أحسنتم، بارك الله فيكم. الإنسان المتواضع يحبه الناس ويحبه الله، وعندما ينتشر التواضع في مجتمع تزيد المحبة والألفة بين الناس، وينتشر التعاون والاحترام بينهم. طلاب الأعزاء، إلى هنا نصل إلى ختام هذا الدرس، على وعد بلقاء قريب بإذن الله عز وجل. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.